بقالنا فترة ما سمعناش عن كورونا ومتحوراتها، وأنا مش عايز أخد لحضراتكم، يعني إحنا راجعين نتكلم عن متحور جديد ظهر باسم EG5 أو إيرس، وده بدأت الناس تتكلم عليه من فترة. متحور انتشر في عدة دول زي بريطانيا، زي الصين، زي الولايات المتحدة. متحور إيرس ده مختلف شوية عن المتحورات السابقة في إنه بيقدر يتغلب على مناعة الجسم، وده ممكن يكون سبب في أنه أكتر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى، زي ما حضراتكم عارفين وزي ما اتكلمنا على مدار السنين اللي فاتت في موضوع كورونا، أن الفيروس مش بيخلص، مش بينتهي، هو بيطلع منه متحورات، وكل متحور بيبقى ليه طبيعة مختلفة في الانتشار وفي الأعراض وفي الإصابات وفي المناطق حتى كمان اللي بيظهر فيها. الأعراض اللي جت للمصابين لحد دلوقتي من المتحور الجديد اللي هو إيرس دي، بشوية سعال أو قحة ناشفة، صداع، سيلان أنف، رشح يعني، وعطس، والتهاب حلق، وإجهاد وتعب في الجسم، يعني نقدر نقول كده أعراض البرد اللي احنا كنا عارفينها زمان، بس هو ما عادش في حاجة اسمها دور برد ولا إنفلونزا، هو احنا خلاص بقينا في متحورات، ماشيين في متحورات. وده اللي أنا بقوله لحضراتكم، مش عايز أخض حضراتكم أو نتخض من كلمة متحور كورونا أو أوميكرون. طب إيه هو المتحور ده؟ متحور إيرس، وإيه خطورته على المدى القصير والمدى الطويل، وبيختلف عن المتحورات السابقة في إيه؟ تعالوا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن هذا المتحور من الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر والحساسية بكلية الطب جامعة الأزهر. دكتور محمد، برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. ايه قصة المتحور؟ يعني هو الناس الموضوع كلمة متحور وكورونا بتقلق الناس شوية، لكن احنا عايزين برضو حضرتك تقول لنا بقى الموضوع باختصار، ايه متحور إيرس الجديد اللي هو EG5 وخطورته واعراضه وازاي نتعامل معاه؟ هو فعلا زي ما حضرتك قلت، هو متحور فعلا اسمه EG5، وده متحور جديد من سلالة كوفيد، خصوصا الاوميكرون او الاوميكرون اللي احنا كنا عارفينه. ده كان اخر حاجه تقريبا. بالظبط، الفيروس كورونا دايما من خصائصه التحور بشويه. قبل كده من شهر 2 كانت منظمه الصحه العالميه حذرت شويه وصنفته انه تحت المراقبه، يعني لسه شويه. بعيد. دلوقتي بتصنفه تحت دائره الاهتمام. تمام. الأعراض لا تختلف كثيرا عن أدوار البرد والإنفلونزا. ممكن تبقى خفيف ووسط، وزي ما احنا قلنا ممكن تبقى شديدة برضه، وهكذا. إنما هي سريعة الانتشار. هل المتحور يا دكتور، يعني في أوميكرون كنا بنقول كده إن هو أسرع من اللي قبله، هل الفيروس كل ما يتحور يبقى أسرع؟ لا، برضه نفس الكلام. طب هقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. اليومين دول بقى احنا على منظمه الصحه العالميه، وحصل ايه في انجلترا وامريكا وامريكا الجنوبيه والصين واليابان وكله. انا بقول لحضرتك بقى، اليومين دول احنا متعودين عن فيروس البرد والانفلونزا انهم بيبقوا في الشتاء اكتر. مظبوط، يعني احنا بنشوف الكلام ده عندنا في الشتاء، في العيادات. اليومين دول انا من فتره اسبوعين بالظبط ابتديت الاقي اطفال وكبار عندهم الاعراض دي، اعراض انفلونزا حاده، ارتفاع درجه حراره، تكسير في الجسم، وفقد حاسه الشم في بعض الحالات. وبتبقى سريعه الانتشار، لان احنا برضو ما عندناش الثقافه. يا جماعه خلوا بالكم انه لو في طفل او اي حد كبير عنده اعراض البرد او الانفلونزا لازم نتعامل معاه، يرتاح ويعزل. ان انا بشوف حالات تلاقي الاسره كلها جت، كل واحد بيعدي الثاني. طيب سريعا يا دكتور، معلش انا اسف لضيق الوقت، عشان المعلومه دي مهمه جدا. احنا بنقول حضرتك قلت ان هو بيصيب الاطفال. طيب سريعا كده، نقدر نتعامل الفتره اللي جايه ازاي معاه، وابسط التعليمات للموضوع؟ ابسط التعليمات، اول حاجه انه لا يبقى عندنا اي اعراض، لانه احنا مش كل شويه هنعمل فسحات والكلام ده. مظبوط. اعراض الخفيفه من رشح وزكام وتكسير في الجسم وارتفاع درجه الحراره، بناخد مسكنات عاديه جدا. أيوة. ونرتاح. الموضوع
لو شديد يعني اعراض شديده من البدايه او الناس اللي عندهم امراض مزمنه لا بيبقى لازم يتوجه للطبيب بسرعه لان ممكن يحصل التهاب رئوي ويبقى المشكله اكبر. ونحتاج ارتحنا يومين ثلاثه وخدنا مسكنات والدنيا مشت خلاص. اقصى حاجه اسبوع مثلا يا دكتور يعني هو في الأرض. اقصى حاجه اسبوع تمام. الدنيا مشت أوكي. خلاص. شكر جدا دكتور محمد صدقي استاذ ورئيس قسم الصدر والحساسيه بكليه الطب جامعه الازهر، طمنتنا الموضوع ان شاء الله بسيط واعراض كلنا بنشوفها وعارفينها لكن لازم نتعامل معها صح بدون اي اهمال علشان خاطر الموضوع ما ينتشرش ما بين افراد الاسره الواحده.